السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية نضالية عالية لجميع المناضلين والمناضلات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في النقابة الوطنية للتعليم، في السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين. تحية نضالية عالية للمناضلين والمناضلات في جميع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. الخبر الذي لا شك متواتر بين الناس وبين الإنساء ورجال التعليم، وهو التحاق الجامعة الوطنية للتعليم إلى الحوار، وبالتالي الآن الشغيلة التعليمية، وهذا ما نطمح إليه دائما، الشغيلة التعليمية يترافع على ملفاتها 5 مركزيات نقابية، أي 4 مركزيات نقابية التي بدأت المشوار وجاءت الآن لتتابع لتشارك لتسهم في هذا المشوار، النقابة 5. وهذا طبعا شيء يبشر في حد ذاته، بغض النظر عن كل ما يمكن قوله، فإن هذه أشياء مبشرة بالخير لكل نساء ورجال التعليم. الآن ما حظ الأستاذ المبرز والأستاذة المبرزة من مفاوضات اليوم؟ هو حظ جيد، حيث تواترت الأخبار مباشرة بالنسبة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد بدأت الأخبار تتناسل منذ تحقيق أي اختراق. فأول اختراق يعني توصلت به أنا شخصيا، عضو السكرتارية الوطنية، وأنا في القطار من الرباط إلى وجدة، توصلت به يعني في منتصف نهار اليوم، وهو خبر صراحة، هو خبر يعني مبشر، وهو أن التسمية التي كانت في النظام الأساسي الذي هو قيد التعديل، كانت هيئة الأساتذة المبرزين للتربية الوطنية، والآن أصبحت التسمية هي الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين. وهذا طبعا شرحه مجموعة من المناضلين في السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين، منهم السي سعيد محاري، منهم السي محمد عزوزي، منهم مجموعة من المناضلين الشرفاء سارعوا إلى تحليل هذا المطلب، هذا المكتسب. هو مكتسب، لأن عندما نقول أستاذ مبرز للتربية والتكوين، فإننا ضمنيا علينا أن ننصف هذه الفئة بإدخالها في ميدان البحث، بإدخالها في ميدان البحث، وبتعيين هذه الأطر في أسلاك ما بعد البكالوريا، وكذلك بإيجاد تقاطعات لا بد منها مع هيئة أخرى وهي هيئة البحث العلمي،
وكذلك هناك مسألة يعني فتح آفاق البحث العلمي للأستاذ مبرز، لأنه ليس من الإنصاف أن نعلق مسيرة البحث العلمي للأستاذ مبرز بشهادة تبريز. فالباحث عندما يصل إلى إنجاز معين فإنه يطلب المزيد، وعندما يطلب المزيد ليس من أجل الاغتناء، من أجل الفلوس أو من أجل الدراهم أو من أجل الدنانير، لا، بل هو يريد أن يستزيد لكي ينفع ولاد الشعب، لكي ينفع طلبتنا وطالباتنا الأعزاء. إذن فهذا المطلب أنا أتوسم فيه كل خير، وأنا أرجو أن يتحقق. وكذلك يعني يقاسمني مجموعة من المناضلين في السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكفدرانيين، وبعد ذلك تناسلت نفس الأخبار على لسان الجامعة الوطنية للتعليم، وتحدثت عن هذا المطلب، عن هذا المكسب، وكذلك بعد ذلك نقابات أخرى يعني سارعت إلى بث هذه الأخبار المفرحة. وبعد ذلك جاء خبر آخر، وهو أنه تم إدماء أن التعويضات التكميلية التي كانت مبرمجة بالنسبة للأساتذة والأستاذات المبرزين فقد تم إدماجها ضمن التقاعد، وهذا شيء جيد. وكذلك بعد ذلك جاء خبر آخر بأن هناك تعويضات أخرى ستخصص للأستاذ المبرز، وسيحسم في أمرها غدا بمشيئة الله. هذه كلها أشياء تبين على أن هناك هذه القصاصات التي تمت اليوم، يوم 23 ديسمبر 2023، إنما تبين أنه وقع اختراق في هذا الملف، وأن الـ يعني الـ وأن كل الـ كل الفئات، وأن كل المحاورين بما فيهم وزارة التربية الوطنية وبما فيهم النقابات إنما استشعروا أن هذه الفئة هي فئة مظلومة لا بد أن يتم إنصافها. وطبعا عندما يتم إنصاف هذه الفئة فطبعا هناك إنصاف فئات أخرى، وبالتالي وقع اختراق، وقعت حلحالة، وهذا شيء مفرح وهذا شيء ممتاز. وطبعا هذا هو يعني الحوار هكذا يكون، ونرجو من الله أن تكون هناك نتائج يعني تنصف نساء ورجال التعليم، تسترد شيئا من الكرامة ومن العدالة الاجتماعية لصالح هذه الفئة. هذه الفئة تستحق كل خير، فهي منار المعرفة، فهي الضامن للأمن المعرفي، وهذا شيء كبير وكبير جدا، وبه ترقى الأمة، وبه تتقدم الأمة، وبه يتقدم مغربنا الحبيب. وأختم هذا الفيديو الإخباري بهذا التعبير المجازي الرائع والصادق في نفس الوقت: الأستاذ مبرز ما ينتزع شهادة التبريز حتى يدوزوه من عين إبرة. القائل هو يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الكدشة. وأترجم هذا التعبير المجازي: Je le traduis par la métaphore suivante. Le professeur agrégé ne décroche son titre qu'après qu'on le fasse passer à travers le chat d'une aiguille.
يونس فراشي. وبهذا يعني أنهي هذه القصاصة وهذا الفيديو القصير. شكرا لكم، تحية نضالية عالية للجميع، تبقوا على خير وإلى لقاء آخر.